مثلث النجاح وتنمية القوة الإيجابية. أهلا وسهلا فيكي بالمحور الثاني من الموك المؤلف من 4 فقرات. خلال مشوارنا صوب تحقيق الذات استطعنا أن نجدد الصلة مع أحلامنا ونآمن بإمكانية تحقيقهم. واليوم من بعد ما اختبرت كيف التحديات ممكن تكون مصدر للنمو الشخصي، رح نقوم بوضع إطار متين بيمكنك من القيام بدور القبطان بحياتك وبيسمح لك بامتلاك وتنمية كل طاقاتك، أي مصادر القوة السبعة. لدخول هالمغامرة المطلوب قلم وورقة، وإن ترسمي مثلثين بالشكل التالي. المثلث الأول حيث رأس الهرم هو للأسفل، يدعى المثلث الدرامي، مؤلفه ستيفن كارتمان. أما المثلث الثاني حيث رأس الهرم إلى الأعلى وهو مثلث القوة، مؤلفته بات كروسمان. المثلث الدرامي بيجمع 3 أدوار، هي الضحية، المخلص والمضطهد. الضحية هي المرأة اللي بتشوف نفسها بمواقف معينة على إنها عاجزة وغير قادرة على مساعدة حالها، بتهرب من إنه تتحمل حصتها من المسؤولية. من العبارات المفضلة لهاي المرأة الضحية: ليش أنا؟ كنت عارفة إنه حأفشل، النحس لحقني وين ما رحت. وعلى الرغم من إنه دور الضحية متعب ومهين أحياناً، ممكن يكون له بعض الفوائد المتمثلة بلفت انتباه وشفقة الآخرين والاعتراف بوجوده. الضحية غالباً ما بتبحث عن مخلص، شخص حكيم قادر على إنقاذ الآخرين من مشاكلهم من دون الحاجة لأنه يطلبه. فالمخلص بيعتبر نفسه خبير بتقديم حلول متعلقة بأمور الغير. من عبارات المخلص: خلي عنك، ما يهمك، أنا بهتم، لو ما مني شو كان صار فيك. أما دور المضطهد هو اللي بيحاكم الآخرين على أخطائهم وبيتهمهم بالتقصير. بيميل المضطهد لرمي الكرة بملعب الآخرين من خلال قول عبارات مثل: أنت السبب اللي وصلت له، كنت على يقين أنك رح تخذلني، شو ما عملت رح تنكر الجميل، الشي اللي عملته أنا أنت سببه. بحالة الإعاقة ممكن أنه نختبر المثلث الدرامي بالعلاقة مع الأفراد أو بالعلاقة مع المؤسسات. فمثلاً المرافق الاجتماعي أو الأخصائي ممكن يحاول إقناع المرأة ذات الإعاقة بأنه تحدياتها الحقيقية ومشاعرها السلبية ناتجين عنها وعن تاريخها الشخصي بس، وهيك مقاربة تنكر البعد الهيكلي والاجتماعي للقمع اللي بتتعرض له الفتيات والنساء ذات الإعاقة. أما على مستوى المؤسسات فهناك بعض المؤسسات الخيرية اللي بتعتبر نفسها خبيرة بأمور النساء ذات الإعاقة من دون ما يكون لها النساء دور بإدارة حياتهم والمشاركة بوضع الأهداف اللي بتخصهم. والأسوأ أنه بعض هاي المؤسسات تلعب دور المخلص من خلال الإعلانات اللي بتظهر صوت النساء ذوات الإعاقة بشكل بيصير للشفقة أو الشعور بالذنب بهدف جمع الأموال. الأفراد أو المؤسسات اللي بتبنوا دور المخلص بالحقيقة ما بتهدف لتمكين النساء ذوي الإعاقة ودعمهم لتحقيق الاستقلالية. هيك مقاربة إن كان على المستوى الفردي أو المؤسساتي بتتناقض مع شعار حركة الإعاقة بالعالم: لا شيء عنا بدوننا. وإنت هل هناك مواقف بحياتك اختبرتي فيها المثلث الدرامي؟ مين هن الشخصيات الأساسية بهالمواقف؟ ممكن تستعيني بالرسم الأول لتدوين أفكارك وملاحظاتك. بهالإطار المجتمعي اللي بينمي فيك شعور الضحية، كيف ممكن أولاً التخلي عن هالشعور وبناء إطار صحي لتتمكن من امتلاك طاقاتك وقدراتك؟ لمعرفة الجواب رح نطلع على المثلث الثاني، مثلث القوة. مثلث القوة قائم على ركيزتين: السماح والحماية، اللي بيسمحوا إنه نحقق القوة. القوة بهالإطار تعني التمكن من جميع قدرات وطاقات الشخص وتحقيق القيادة الذاتية، أي تكوني قبطانة حياتك. مثلاً بقدر أعمل الخيارات الصغيرة والكبيرة اللي بترجح إمكانية تحقيق حلمي لنفسي وأحلامي للعالم. فمثلاً حلم سوزان سيجال اللي ذكرناه قبل هو أن تكون نساء ذوات الإعاقة بدور القيادة بكل مجالات الحياة بجميع أنواع المؤسسات، وأنه يقدروا يأثروا على المجتمع. أما السماح بيعود للرسائل اللي وصلت من الأهل واللي حددت المسموح والممنوع ووضعت إطار للتفكير. فأنت بحاجة إلى استبدال هاي الرسائل بشعور من السماح قادر على خلق طاقات جديدة. الحماية تجي لمساندة السماح. فعلى المستوى النفسي عند القيام بأي تغيير ممكن أن يستيقظ في نفسي ناقد الداخلي ويجعلني شك بحالي،
هون الحماية بتسمح لي إنه أرسم خريطة طريق تحميني من الانزلاق والابتعاد عن هدفي. صديقتنا أمل كانت تميل إلى دور الضحية ولكنها وجدت الطريقة للتخلص من هالأمر. فبعد معاناة من عدم قدرتها على التواصل مع الأشخاص بالمقاهي والأماكن العامة، بعد ما كانت تلوم نفسها وتغضب، استطاعت أن تجد حلول بديلة مثل الكتابة على الموبايل أو استعمال لغة الإشارة، وتعلمت بعض حركات لغة الإشارة بأسلوب مرح. تمكنت أمل كمان أنه تطلب مترجم لغة إشارة ببعض المؤتمرات حتى تقدر تتابع كغيرها من المشاركات، وفهمت أنه مش لازم تتغاضى عن المطالبة بحقوقها. وإنت هل سبق وعبرتي عن حاجاتك لتسهيلات بمواقف معينة؟ شو كانت التحديات وكيف واجهتيها وكيف كانت الاستجابة؟ شاركينا خبرتك بالتعليقات. خبرة أمل دليل على أنه التعبير عن مطالبنا وحاجاتنا أمر أساسي يمكن يقلب موقف ما بيحترم حقوقنا لموقف معاكس. المهم أنه اسمح لنفسي أنه أعبر بوضوح عن حاجاتي. هدف السماح بمثلث القوة هو أنه أعطي لنفسي أنواع السماح يلي ما وصلت لي من أهلي أو من محيطي لتوسيع مجال المعقول ولحتى أمشي بحياتي لقدام. وأنت شو هو نوع السماح بدك تعطيه لنفسك؟ هل أنت بحاجة إلى النظر لكونك امرأة ذات إعاقة من منطلق إيجابي أكتر؟ هل أنت بحاجة لتتحدي الأحكام المسبقة الآتية من الخارج والسماح لنفسك بالتعبير بوضوح وإيجابية عن حاجاتك؟ بدعيك لتكتشفي بالملحق النموذج التالي يلي اسمه دولاب السماح، والمكون من 17 نوع من السماح بيتم تطبيقهم بأربع مجالات: أنا مع نفسي، أنا مع مشاعري، أنا مع الآخرين، وأنا مع العالم. من خلال هالدولاب ممكن تكتشفي مكانك بكل المجال، وممكن توضع لنفسك هدف النمو بالمجال يلي بتتمنيه. منرجع لمثلث القوة، والركيزة الثانية هي الحماية. الهدف لوضع هيكلية أو ركائز ممكن التمسك فيها برحلة تنمية الذات وتمكين القدرات. من الحمايات الأساسية أن تكوني على صلة بغيرك من نساء ذات الإعاقة وبجمعيات بتساندك بالمطالبة بحقوقك. رح نشوف بالأقسام التالية كيف ممكن تغذي وتوسعي شبكة علاقاتك وكيف هالشبكة فيها تكون ركيزة أساسية بحياتك الشخصية والمهنية. من الحمايات الأساسية عند اختبار أمور جديدة هي سياسة الخطوات الصغيرة، والقيام باختبار ضمن إطار بيعطيني الأمان وبيسمح باستعادة التوازن في حال الخسارة. فإذا كان هدفك مثلاً أنه توسعي إطار استقلاليتك من الحصول على عمل وأنت ما اشتغلت من قبل، يمكن الاستعانة بنماذج مقابلات عمل على الإنترنت والطلب من صديقة مثلاً أنه تقوم بدور الموظف لتستعدي أكثر. عند لفظ كلمة قوة، شو الكلمات أو الصور اللي بتخطر على بالك؟ وإذا كانت القوة رداء، كيف تتصوري شكله؟ هل هو قميص ضخم مع أكتاف كبار بيناسب المشتركين بمسابقات كمال أجسام؟ أو هل يحتوي على زنار لحمل السلاح؟ غالباً بتتصل كلمة القوة بصفات أغلبها سلبية والقليل منها إيجابي. أما السبب فسهل، لأن مفهوم التقليد للقوة بيترافق مع فكرة القدرة على جعل الآخرين خاضعين. من خلال هذه المقاربة للقوة، الدافع للقيام بالعمل هو دافع خارجي، أي بيقوم فيه الإنسان فقط بوجود ضغوطات خارجية وبيوقف العمل عند توقف الضغط الخارجي. يمكن تسمية هذا النوع من القوة السيطرة على. وهناك نوع آخر من القوة هو القدرة على التأثير، وبتفصيل هذا النوع من القوة مستعرض التمرين الفكر التالي بيقدم كريس جونسون مثل مساعد. بيقول جونسون: لما فوت على غرفة مزدحمة واسأل مين هو المسيطر هون، بينظر الناس لبعضهم وبيشيروا للباب بالخلف يجلس وراء شخص صاحب سلطة، ولكن لو دخلت الغرفة نفسها وسألت من يستطيع التأثير بالآخرين، كان اعتقد كل شخص موجود أنه بيملك البعض من قوة التأثير. بيتابع جونسون بيقدم ثلاث أنواع من القوة الشخصية المنطلقة من قوة التأثير، وهي شكل من أشكال القوة الأكثر إيجابية. النوع الأول هو القوة من الداخل، أي القوة المنبعثة من قوانا الداخلية كالإيمان، المثابرة، الشجاعة، الإبداع. من خلال تفعيل هذه القوة الداخلية يمكن إيجاد الطاقة لتغيير حياتك. أما النوع الثاني هو القوة مع، تولد القوة مع عند اجتماع شخصين أو فريقين وتعبيرهم عن حاجاتهم المتبادلة، كما اختبرت أمل من خلال التعبير الواضح عن حاجاتها لإمكانيات الوصول للمعلومات. والنوع الثالث من القوة النابع من التأثير هو القوة من خلال، والمقصود هون العمل الدؤوب وكيف أنه مجموعة تغييرات صغيرة بتوصل لتغيير ملحوظ. بالختام نستعين بعالم النفس ومحلل التفاعل كلود شتاينر. بيميز شتاينر بكتاب قوة القلب سبع مصادم القوة، هي التوازن، الشغف، السيطرة على الذات، المحبة،
التواصل، المعلومات والتجاوز الروحاني. الملفت للنظر بمقاربة شتاينر نقطتين. أولاً، توسط المحبة لكل هذه القوة والطاقات هو دليل عن دورها الأساسي بإدارة كل الطاقات الأخرى. ثانياً، يمكن يكون اختبارنا أو تطبيقنا لهذه الأنواع من الطاقات متطرف وغير معتدل، في حين أنه الأمر المثالي هو طريق الوسط والاعتدال. للاطلاع أكثر على تعريف الطاقات اللي ذكرناها ممكن تزوريها بالملحق المرفق. بالنهاية بتوجه بالشكر لكل سيدة وامرأة عم بتخوض هذا المشوار العميق وعم بتسابر لتحقيق التغيير. من بعد ما تخلصت من مثلث درامي ومكنت قوتك بالارتكاز على السماح والحماية، كيف ممكن توضع خطة عملية لتنمية نفسك؟ لقينا بالفقرة التالية لنكمل المسيرة.